بونسوار توس. بناء على طلب العديد من المشاهدين في القناة، عملت لكم فيديوهين. الجزء الأول المقاطع الصوتية باللغة الفرنسية وأهميتها، طبعا لو انتوا حفظتوها إن شاء الله هتقدروا تقروا بسهولة أي كلمة باللغة الفرنسية. دونك بعد ما يخلص الفيديو الجزء الأول لازم تشوف الجزء الثاني لتتمة الدرس. نبتدي إن شاء الله. طيب، أول حاجة معانا حرف الآ. حرف الآ لما يكون بعده حرف الإي بننطقه مثل الألف المقصورة. مثال اللي معانا لبن، لي، يعني الآ تنطق لما يكون جنبه إي تنطق إي. لبن، إي، لي، لي. حالة تانية حرف سي لما يكون بعدها حرف الآ أو الأو أو الإي بيتنطق كا. كاميرا، كاميرا. الحالة الثالثة السي لما نحط له سي اس علامة صغيرة تحته بننطقه سي. اكزامبل جارسون، جارسون، عشان نقطع القاعدة اللي قبلها اللي قلنا ان السي لما يكون متبوع بالاو تنطق كا، بس هنا في الحالة لما يكون تحته بيبقى سي سي دال، اسمها سي سي دال، بيتنطق سي. حالة رابعة لما يكون سي بعده حرف الأش بيتنطق شين. شميز، شميز. شيز، شيز. شيز كرسي، وشميز قميص. الحالة الأخيرة سي لما يكون عندنا حرف سي دوبل سي، سي سي، وبعده حرف الأو أو حرف الإي بيتنطق إكس. إكزامبل أك، اكسيدون، اكسيدون. دونك نعيد تاني الحالات. قلنا حرف الا ما يكون مسبوع بحرف الاي بتنطق اي، لي. سي بعده ا او يو بتنطق كا، كاميرا. سي سي دال بتتنطق سي، جارسون. سي لما يكون مطبوع بحرف الاش بتنطق شين، شي، شميس. سي سي بتنطق اكس، اكسيدون. دونك هنكمل الباقي. حرف الاو لما يكون عليه الثلاث حالات الاكسون، اكسون سيركونفلكس، اكسون غراف، واكسون ايجو اللي هي الحركات اللي فوق الحرف بتنطق اي. اكزامبل عندنا مير، ميزي، اتر. مير، ميزي، اتر. الحاله اللي بعدها حرف الاو لما يكون بعده حرف الار بتنطق الف مقصوره. اكزامبل مونجي، مونجي. قلنا اي، اي. الاو لما يكون بعده حرف الاي بتنطق اي. بيج، بيج، اللي هو لون البيج. حرف الاو لما يكون مطبوع بحرف الاي فاي هنا مجرد انه بيطوله. اكزامبل نوف، نوف. لو لاحظتوا احنا نطقنا او بس مديناها او، او. نوف معناها جديد ومعناها رقم تسعة. الحالة الأخيرة معانا لما يكون حرف الاو بعده حرف تي لا ميم شوز بيتنطق اي زي حالة الاخ. او تي بنطق اي، بولي، اي، بولي، وهو الدجاج او فراخ. دونك هنعمل ريزومي. قلنا حرف الاو مع تلات اكسون اللي معاه، اكسون سيركونفلكس، اكسون غراف، اكسون ايجو، بتنطق اي، مير، ميزي، اتر. الاو بعده حرف الار بتنطق اي، مونجي. الاو متبوع بحرف الاي بتنطق اي، اي، بيج، بيج. حرف الاو لما يكون متبوع بحرف الاي هو مجرد مد للحرف، او، نوف. الاو لما يكون متبوع بحرف التي بتنطق اي، بولي، بولي. دونك دي اهم المقاطع، وخليكم معانا في الجزء الثاني الفيديو اللي بعده لتكملة الفونيتيك فرنسي المقاطع الصوتية باللغة الفرنسية.